ساهمت جائحة كوفيد 19 في الكشف عن مواطن القوة والضعف في نسيجنا الوطني على كافة المستويات، فالأوضاع التي فرضتها الجائحة ستؤدي لا محالة إلى إعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية، إذ بات من الممكن أن يستغل المغرب موقعه الاستراتيجي، خاصة أنه يعتبر بوابة الأقار الأفريقية لجذب الاستثمارات العالمية التي تبحث عن موقع جديد لتوطين استثمارها وخطوط إنتاجها بشكل يكون أكثر أمان. وفي ذات الآن أظهرت الجائحة بجلاء حجم الاقتصاد غير المهلكل وأوجه القصور في القطاعات الاجتماعية وضعف شبكات الأمان.